تستريح غيار الريش أو تبديل الريش عند الكناري، موضوع مهم في هذه الحلقة. تابعوا الحلقة إلى نهايتها لأجل معرفة كواليس وحيثيات هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما سبق وأن أشرت في أول الفيديو، موضوع تسريع القلش، تسريع غيار الريش عند الكناري، فهل هي عملية أو فكرة صحيحة أم خاطئة؟ بطبيعة الحال هي فكرة وعملية خاطئة. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء على طبيعته وأعطى لكل فترة حقها من المدة أو المدد الزمنية، فبالله عليكم هل نحاول تغيير ما يريده الله؟ غيار الريش خاصة عند الكناري له وقته المحدد، ويتراوح ما بين 30 يوما أي شهر ولا يتجاوز 45 يوما أي شهرا ونصف على الأكثر. إذا وقع وأن غير الطائر ريشه في فترة أقل من شهر، فسنقع في مشكل القلش الجزئي، أي أن الطائر سيكمل تغيير الريش في قلش ثاني، أي مرحلة قلش آخر، وذلك سيكون مرهقا لصحته، وقد يحصل ذلك أثناء فترة التزاوج، وهذا مشكل. كذلك إذا تجاوز الطائر مدة قلشه 45 يوما، فسيكون إرهاقا لصحته، وسنقع في مشكل وأمراض للطائر. ولقد ذكرنا في حلقات سابقة أن سبب عدم احترام مدة القلش سواء بالنقصان أو بالزيادة هو سببه عدم الاهتمام والعناية بالطائر، سواء من حيث تغيير مكان وجوده أو تغيير نظام تغذيته أو تعرضه لها تيارات هوائية أو إلى غيره من الأسباب. إذن العبارة الصحيحة التي يمكن مناقشتها في هذه الحلقة ليس تسريع غيار الريش والقلش عند الكناري، بل كيفية التعامل مع الكناري بالحفاظ على مدة قلشه الطبيعية. وقبل الحديث في الموضوع لابد أو لا بأس من الإشارة إلى أن فترة القلش تاليها فترة الراحة التي تدوم من 3 أشهر إلى 4 أشهر، يليها مرحلة أو فترة التزاوج. في فترة القلش يكون الطائر مرهقا نتيجة تبديل الريش وتبديل وتغيير قشرة جلده، ذلك الإرهاق يمكن أن يتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز المناعي والجهاز المعوي، إذا لم نعتني بالطائر ونقدم له نظام غذائي صحي بطبيعة الحال مع النظافة، نظافة الطائر والأقفاص وتقديم إناء الاستحمام. إذن فكرة تسريع الريش هي فكرة خاطئة، لما له من أضرار خلال فترة التزاوج، لأنه غيار جزئي سيتعرض له أثناء التزاوج لعدم الانتهاء من القلش الطبيعي. ما علينا إذن إلا الحفاظ على صحة الطائر والحفاظ على الطرق الطبيعية للتسريع، يمكن أن نقول طرق طبيعية ليس للتسريع بل للحفاظ على طبيعة فترة القلش، وذلك بالاستحمام بشكل يومي إن أمكن بطبيعة الحال، أو على الأقل مرة في اليومين، وكذلك بوضع الكناري في قفص كبير أو سلاكة ليسهل طرح الريش، والاحتفاظ بالإنارة الطبيعية وعدم إنارة البيت بالليل حتى لا يطيل عملية طرح الريش. فالإنارة الإضافية إضافة إلى الإنارة الطبيعية كذلك تعد سببا من أسباب إبطاء عملية طرح الريش.